على محمد وآل محمد. حقيقة تواجدنا هنا جميعا وخصوصا نحن لنتضامن مع سماحة الشيخ فاضل الزاكي نيابة عني وعن جميع الحقوقيين، نعلن تضامنا مع هذا الرجل. هذا الرجل معطى حقيقة من أجل هذا الوطن. تضامننا معه اليوم سواء نحن كحقوقيين أو رجال الدين أو عوائل الشهداء وآباء الشهداء وكافة أطياف الشعب، إنما هو لنعلن بأن هذا الشعب مستمر في المطالبة عن حقوقه، وأن محاكمة سماحة الشيخ فاضل أو سماحة الشيخ آية الله الشيخ عيسى قاسم وجميع المعتقلين والذين تم الحكم عليهم من رجال الدين إنما هو نسيغه في تعبير هو الاضطهاد الطائفي الذي يستمر على هذه الطائفة من هذا الشعب. إن سماحة الشيخ أو جميع رجال الدين أو من اعتقلوا في هذه الفترة والفترة خلال الست سنوات جميعهم اعتقلوا من أجل تعبيرهم عن رأيهم، من أجل مطالبتهم بحقوقهم العادلة، ومنهم سماحة الشيخ فاضل الزاكي الذي نطالب بالإفراج عنه والإفراج عن جميع المعتقلين لا سيما الذين اعتقلوا في الفترة الأخيرة، الذين اعتقلوا بسبب كما قيل تجمهرهم في الدراج أو تعبيرهم عن رأيهم. حقيقة أنا كنت مع سماحة الشيخ فاضل الزاكي والأخوة رجال الدين عندما استدعينا للتحقيق في خصوص التجمهر، لم أجد من سماحة الشيخ فاضل ومن رجال الدين الباقي إلا كله إصرار بأنهم لم يكونوا مجرمين ولم يكونوا إلا دعاة حق ودعاة سلم من أجل هذا الوطن، والحكم عليهم أو محاكمتهم هو نستطيع أن نقول عنه هو اختراع لغير العادة. عندما توقع دولة البحرين على العهدين الدوليين في مجلس حقوق الإنسان وخصوصا العهد الدولي للشؤون السياسية والمدنية يقر فيها بأن من حق الشخص التجمهر السلمي، من حق الشخص التعبير عن رأيه، من حق الشخص اختيار مكان سكنه وحرية التنقل. لو نظر لهذه الثلاثة الأشياء هذا ما يحاكم عليهم الآن رجال الدين في الفترة الأخيرة الذين اعتقلوا على تجمهرهم في الدراج. إذن نستطيع أن نقول بأن ليس هناك احترام إلى المواثيق التي وقعت. لا أريد أن أطيل عليكم وإنما ولأبين بأن سماحة الشيخ وجميع الأخوة المعتقلين من رجال الدين ومن الرموز ومن الحكومة